نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. مرحبا بكم معي فيديو اخر من قناه سابي فاشن. كل ما كيسعفني الوقت وكل ما كتكون عندي شي حاجه جديده واخا كتكون ديال ماليها ضروري كنبغي نوريها لكم. كيف ما وعدتكم ديما الجديد ان شاء الله باذن الله. المهم عندي اليوم واحد 4 بياسات ولكن ضروري غادي نوريهم لكم قبل ما اديهم مولاتهم. هذاك الشيء علاش سديت عليا المحل باش نقدر ندير هاد لا فيديو. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وضروري كنشكر الناس كاملين اللي متابعيني وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن التتبع وكنتمنى نكون ديما عند حسن الظن ديالكم ويكونوا كيعجبوكم لي موديل ديالي وتكونوا كتسناو في لي فيديو ديالي. شكرا لكم بزاف. والناس اللي كيشوفوني اول مره كنقول لكم تابوناو في لاشين ما غاديش تندموا ديما الجديد وبارطاجيو لي فيديو مع احبابكم مع صحابكم مع الناس كاملين اللي كتعرفوهم كيهتموا بهذا المجال. علاش لا اللي بغات تعلم في الصاله والخياطه ولا حتى اللي كتبغي تشوف لي موديل جداد مرحبا والف مرحبا. انا دايره هاد القناه غير باش على قبل الافاده الناس يشوفوا الجديد ويتعلموا معانا. علاش لا هذاك الشيء اللي كنعرفوا ليه حتى حنا باقيين كنتعلموا. مهم مرحبا بالجميع شكرا لكم بزاف وتابعوا الفيديو من الاول. حسنات اول موديل هو هذا هذا الموديل ديال فوزيا كنقول لها تلبسي بالصحه والراحه. هي راه جربتها وجاتها زوينه. هاد التونيك هادي دارتها على اساس انها تلبسها في الدار ولكن ملي جربتها جات زوينه. جات التونيك ديال الخرجه قالت علاش لا ما نلبسهاش. داكشي علاش جابتها ليا باش نزيد لها في لي مونش. مهم انا غادي نلبسها ضروري غنلبسها باش نوريها لكم باش تعرفوا اللبسه ديالها كيفاش كتجي. مهم درت ليها سنيسله هكا في البرونز غير نص وفيها ديبلي من هنايا من الصدر ومن الظهر ديبلي لي مونش هكا جاوا بحال تخوا كار وخرجت فيهم هاد لابونت هكا. المهم حتى تلبسها باش غتبان. ودرت ليها افتحات في الجناب ها نتوما كيف ما كتشوفوا توب زوين رومي خيط واللوينات حتى هما اللي فيه زوينين. المهم غنحاول نلبسها ونرجع معكم. هنا البنات لبستها واخا ماشي قدي شديتها بواحد الفنيته من الظهر غير باش تبان لكم. شفتوا لي مونش كيفاش كيجيو حتى لي مونش جاوا هي مقبوطين جاوا فنين في اللبسه كيف ما قلت لكم تخواكار وسنيسله هنايا وواحد لي بلي وفيها افتحات في الجناب البنات افتحات طوال ها هما كيبانوا لكم افتحات في الجناب. يعني جات تونيك انيقه وصيفيه وزوينه سنيسله في البرونز كيف ما قلت لكم وفيها دي بلي حتى في الظهر جات في الصاله ديالها زوينه نتوما كيف ما كتشوفوا اللي كيبغي سامبل. المهم هذا توب خيط بارد وزوين ودرت لها هاد الشال من الشيله اللي كنت جبت راه كاين فيها قليل. ديما الحاجه اللي قليله هي اللي ديريها في الشال باش كيخرج اللون ديال الثوب ما ديريش الخضر ما غاديش يجي باين مزيان. مهم انا كنقول لكم الراي ديالي وكل واحد كيفاش كيلبس. من الاحسن ديري اللون اللي قليل في اللبسه الا كانت اللبسه مزوقه اللون اللي قليل هو اللي كديريه في اللي كاين فيه غير شويه واللي كديريه في الشال باش كيبان زوين وانيق. هانتوما كيف ما كتشوفوا هادي لبسه ديال فوزيا كنقول لها تلبسيها بالصحه والراحه كليانه ديالي قديمه. وعندي دي موديل اخرين خليكم معايا غنوريهم. وعندي البنات هاد اللبسه هادي في هاد الكريب هذا انا اللي جبته هانتوما فيها القطعه هنايا صديفات من هنا لهنا فكل اوفيسي وبليات رقاق في الصدر وهنايا القطعه وفيها لي بلي حتى يوفى واحد لاستيك رقيق غير باش ماركي لا طاي وكلوش من تحت البنات. وكاينه كاين الحزام ديالها ولاستيك في لي مونش هانتوما كيف ما كتشوفوا. مهم انا اي حاجه كنوريها لكم. مهم هاد اللبسه ما غاديش نقدر نلبسها ما حيت ما جاتش قدي ما غاديش تبان لكم في اللبسه مزيانه. لبسه مولاتها غادي تبان فيها احسن. المهم خليكم معايا كاينين جوج موديلات اخرين غادا نجيبهم وانا معاكم. وعندي هاد الشوميز هادي هي لبستها تنحيدها ونعاود نوريها لكم. توب مطلوق هاد الفصاله كنخدمها ديما في الامبريمي عقلت وديما كنت كنوريها لكم وريتها لكم في الفيديو اللي قبل في هذاك التوب المنمر وخدمها في اللوينات بزاف ملونين. هاد المره خدمناها في الاونيجات فنة توب لي جابتو توب جابتو ليا مولاتو سمحوا لي تلبس معاش كنحاول نزرب حيت قريبه تعود وخصني نسب ونمشي في حالاتي. صديفات نحاسيين جاو فنين داكشي خليت نفس الشال جمعها زوين حتى تعطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير.
جات تحت من الركبه، جات مستوره وزوينه وانيقه. تلبسها مولاتها بالصحه والراحه، فيها لاستيك في لي مونش. ان شاء الله ملي غتلبسها هي غتجي احسن. هي شويه عندها الكتاف عليا، انا جاتني شويه طايحه في الكتاف. مهم انا غادي نحيدها وضروري غنعاود نوريها لكم، حيت فيها هذيك لي بلي كرو في الظهر باش نوريكم لي ديتاي. ومازال ليا كسيوه وحده حتى هي غادي نوريها لكم، خليكم معايا البنات. هي لا شوميز اللي قلت لكم غنوريكم لي ديتاي ديالها. كيف ما كتشوفوا الجويبات هنا كاينه القطعه ولي بلي وصديفات ديال النحاس نحاسيين ولاستيك فليمونش. وهنا كنت باغا نوريكم هاد القطعه، هاد البلي كرو كيفاش كتجي في الصاله، كتجي انيقه وزوينه الصراحه. بانت في الاوني خطيره احسن من الامخيمي، حتى تعطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. المهم انا عجبتني بزاف وتلبسها مولاتها بالصحه والراحه ان شاء الله، وغادي يجيها زوينه انا متاكده. وعندها حتى هاد الكسيوه مولات هاد الشوميز، هي مولات هاد الكسيوه، هي اللي جات لي التويبات زوينين عجبوني، حتى الوالي فيهم انيقين وزوينين. ها نتوما فيها لي بلي من التحت، والسيره البنات من الكسوه من نفس اللون، ما بدلت حتى شي لون اخر. فيها السير بحال هكا باش لبغات ترخفو ولا بغات تزيرو كيف ما بغات هي. وديما لاستيك في الموش، وكل داير عادي سامبل. ودرت ليها طراطق في ها هما طريطقات في لارجونتي باش يجيو زوينين مع اللون ديال الثوب. درت معاها هاد الشال ديال ليكخا، هاد ليكخا اللي كتعجبني بزاف، خفيفه وزوينه باش كتعجبني، ما كتضريش ديري الفيليل غير كدوريها على راسك بحال ما هاد الطريقه هادي. مهم تلبسهم مولاتهم بالصحه والراحه ان شاء الله. المهم عجبتني بزاف انا هاد الكسيوه، حتى نقلب حتى انا على شي موتيف بحال ما هكا في الثوب ونخدمها ان شاء الله باذن الله. المهم كنشكركم بزاف على حسن التتبع، جينا الفينال ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف، وتسناو مني الجديد كيف ما كنوعدكم ديما. فين ما تكون عندي شي حاجه كنوريها لكم. مهم اليوم فيديو خفيف قصير، ولكن ضروري قلت نوريكم هاد لي موديل قبل ما اديهم مولاتهم. السلام عليكم، وتسناوني الفيديو الجاي ان شاء الله.